بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الرابعة من مادة مبادئ القانون، والتي يدور الحديث فيها بمشيئة الله تعالى عن نطاق تطبيق القاعدة القانونية. في حديثنا عن نطاق تطبيق القاعدة القانونية نتناول ذلك من حيث الأشخاص والمكان والزمان. والمقصود بنطاق تطبيق القاعدة القانونية هو المدى الذي يتم فيه تطبيق القاعدة القانونية، سواء من حيث الأشخاص أو من حيث المكان أو من حيث الزمن. أول شيء عندنا هو نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص، يعني مدى تطبيق القاعدة القانونية على الأشخاص. القاعدة العامة في تطبيق القاعدة القانونية على الأشخاص هو أن القاعدة القانونية بمجرد ما أن يتم صدورها وتستوفي مراحل سنها وتكون صالحة للتطبيق، فإنها تنطبق على جميع الأشخاص المخاطبين بها وعلى جميع الوقائع التي تتوافر فيها شروط توقيعها. ولا يجوز لأحد، ولا يجوز للأفراد أن يحتجوا بعدم علمهم بالقاعدة القانونية، وذلك لأن احتجاجهم هذا يتصادم أو يصطدم مع مبدأ متأصل في القانون، ألا وهو مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون. وحتى يتم التصدي لظاهرة الاعتذار، أو حتى يتم التصدي لفكرة اعتذار الأفراد بجهلهم بالقانون، فإنه يتم نشر القانون أو يتم نشر القاعدة القانونية بعد إصدارها في وسائل النشر أو في الجرائد الرسمية التي تعد لذلك ويشمل نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون كل القواعد القانونية أو كل النصوص القانونية أيا كان مصدرها، سواء كان مصدرها نصوص قانونية أصلية أو نصوص قانونية أخرى. مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يشمل كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها، سواء كان مصدرها مصادر أصلية أو مصادر أخرى. لكن هناك بعض الأحيان أو هناك بعض الحالات على تعتبر استثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، أي يمكن للأفراد أن يعتذروا بجهلهم للقانون، وهذه الحالات تعتبر هي على سبيل الاستثناء، وأهم هذه الحالات هي حالة القوة القاهرة كاحتلال العدو لمنطقة من المناطق أو لإقليم معين داخل الدولة، بحيث لا يمكن أن يصل إلى هذا الإقليم القوانين الجديدة التي يتم إصدارها، أو في حالات الزلازل والبراكين، بحيث تكون هذه القوة القاهرة حائلا بين وصول الأفراد أو علمهم بالنصوص القانونية الجديدة التي تم إصدارها. أيضا من الاستثناءات على مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، وهي في حالة الأجنبي الذي يكون لم يمضي على قدومه إلى البلد غير فترة قليلة ويرتكب جريمة أو يرتكب فعل يعد هذا الفعل مباحا في الدولة التي كان يقيم فيها، فارتكابه لهذا الفعل لا يشكل جريمة، وذلك ما دام أنه قد ارتكب هذا الفعل في فترة زمنية قليلة لا تتجاوز بضعة أيام. ويشترط لإعمال هذا الاستثناء توافر شرطين. أول شرط هو أن يكون الفعل الذي قام بارتكابه يعتبر فعل غير معاقب عليه في البلد التي كان يقيم فيها، ويشترط أن يكون الفعل المكون للجريمة قد تم ارتكابه خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز بضعة أيام. بعد ذلك ننتقل إلى نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان. ومسألة تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان بتفترض أن هناك عدة قوانين أو هناك عدة تشريعات صادرة من دول مختلفة، وتكون كلها صالحة للتطبيق على النزاع المعروض. ففي هذه الحالة بيتم اختيار القاعدة الأنسب
وفقا لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص. وفي هذا المجال ظهرت قاعدتان متناقضتان تبين لنا كيفية تطبيق القواعد القانونية ومدى شمولها من حيث المكان، وهما قاعدة إقليمية القوانين وقاعدة شخصية القوانين، أو مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين. أول مبدأ، وهو مبدأ إقليمية القوانين أو مبدأ إقليمية أو قاعدة إقليمية القوانين، وفقا لهذا المبدأ بتعتبر الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة المطلقة في حدود إقليمها. يبقى وفقا للمبدأ ده بتعتبر الدولة هي صاحبة السلطة والسيادة على إقليمها، وتبعا لذلك تكون جميع القوانين الصادرة عنها، أو يتم تطبيق جميع القواعد القانونية التي تصدر عن السلطات المختصة فيها وتطبق على كل المقيمين على إقليمها. يبقى أي قاعدة قانونية تصدر من السلطات المختصة داخل الدولة يتم تطبيقها على إقليمها، سواء كان المقيمون وطنيون أو مواطنون أو أجانب القاعدة الثانية، وهي قاعدة شخصية القوانين أو مبدأ شخصية القانون. هذا المبدأ بيتضمن، أو فكرة هذا المبدأ بتقوم على أساس أن أهم عنصر من عناصر الدولة، طبعا إحنا عارفين أن للدولة عدة عناصر كالشعب والإقليم والسيادة. فكرة هذا المبدأ بتقوم على أن الشعب هو أهم عنصر من عناصر الدولة، وأن القواعد القانونية عندما تصدر إنما تطبق على المواطنين، سواء أكانوا يقيمون على إقليم الدولة أو يقيمون خارج إقليم الدولة. وقاعدة شخصية القوانين بتقوم على محورين اثنين، أولهما وهو أن قوانين الدولة تطبق على جميع مواطنيها، سواء أكانوا مقيمين داخل إقليم الدولة أو مقيمين خارجها، وأن الأجانب الذين يقيمون داخل إقليم الدولة إنما تطبق عليهم قوانين بلادهم بعد ذلك ننتقل إلى نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمن. وفقا لمبدأ تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان، فإنه بمجرد ما أن يتم صدور قاعدة قانونية ويتم تحديد تاريخ العمل لها وتكون صالحة للتطبيق، فإنها تطبق على جميع الأفعال التي تتم أو ترتكب من لحظة نفاذها أو من تاريخ العمل بها إلى أن يتم إلغاؤها وبناء على ذلك لا يمكن أن يتم تطبيق القاعدة القانونية على الأفعال أو التصرفات التي تم ارتكابها قبل صدورها، أو الأفعال والتصرفات التي ترتكب بعد إلغاؤها. يبقى نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمن بينحصر بين لحظة تاريخ العمل بها إلى أن يتم إلغاؤها وينتج عن هذا أن القاعدة القانونية تطبق من نفاذها ومن اليوم التالي لنشرها في الجرائد الرسمية، أو من التاريخ الذي يحدده القانون لسريان القاعدة القانونية على الأشخاص وعلى الوقائع إلى أن يتم إلغاؤها بموجب نص قانوني أو بمجرد صدور قاعدة قانونية تعيد تنظيم نفس المسائل التي كانت تنظمها هذه القاعدة. ونطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان بيقوم على مبدأين اثنين يكملان بعضهما البعض. المبدأ الأول وهو مبدأ الأثر الفوري أو المبدأ المباشر للقوانين، والمبدأ الثاني هو مبدأ رجعية القوانين. مبدأ رجعية القوانين أو مبدأ الأثر الفوري للمباشر، هذا المبدأ بيعني أن كل قانون جديد يصدر ويتم تطبيقه فورا من تاريخ نفاذه. يبقى مبدأ الأثر الفوري أو المبدأ المباشر للقوانين هو أن هذا المبدأ يعني أن كل قانون يتم إصداره فإنه يطبق من لحظة
نفاذه أو من تاريخ نفاذه وينتج آثاره مباشرة على كافة الوقائع وكافة الأشخاص المخاطبين به ويسري على الحالات التي تقع بعد نفاذه بصورة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر ويطبق على المستقبل فقط ولا يطبق على الماضي كقاعدة عامة، ويستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تتم في ظله فلا يطبق عليها القانون الجديد. المبدأ الثاني وهو مبدأ رجعية القوانين. على الرغم من أن القاعدة العامة بتقضي أن القاعدة القانونية إنما يتم تطبيقها بأثر فوري ومباشر على الأفعال التي يرتكبها الأشخاص أو على الوقائع التي تتوافر فيها شروط تطبيق القاعدة القانونية عليها، إلا أن هناك بعض الحالات يمكن أن يتم فيها تطبيق القانون بأثر رجعي، وهذه الحالات تعتبر استثناء على مبدأ الأثر الفوري أو المبدأ المباشر للقواعد القانونية. أول هذه الحالات وهي في حالة ما إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم، القوانين الجنائية الأصلح للمتهم، في هذه الحالة بيتم تطبيقها بأثر فوري على الجرائم التي ارتكبت في الماضي. ليه؟ لأن قاعدة عدم رجعية القوانين وتطبيقها بأثر فوري وجدت من أجل حماية الأفراد من استبداد السلطة الحاكمة، لكن عندما يكون القانون الجديد أصلح للمتهم فإن هذه الحكمة يعتبر تنتفي في هذه الحالة. يبقى القوانين الجنائية أو قاعدة عدم رجعية القاعدة القانونية إنما وجدت لمنع استبداد أو لحماية الأفراد من استبداد السلطة الحاكمة، فإذا انتفت هذه الحكمة فلا يوجد مانع من أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي للمتهم، وذلك يتوفر عندما يكون القانون الجنائي الذي تم إصداره أصلح للمتهم. طيب متى يكون القانون الجنائي أصلح للمتهم؟ يكون الجنائي أصلح للمتهم إذا كان يلغي صفة التجريم عن الفعل الذي قام به الشخص أو يخفف من العقوبة التي يتم تطبيقها على الفعل المرتكب. وعندما نطبق القوانين الجنائية الأصلح للمتهم فيجب أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا كان القانون الجديد يبيح الفعل الذي كان مجرما، بمعنى أنه يجعله فعلا مباحا، ففي هذه الحالة يتم تطبيق القانون الجنائي الأصلح للمتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوة أما إذا كان القانون الجديد قد خفف من العقوبة لكنه لم ينص على إلغاء صفة الإجرام فيها أو صفة التجريم فيها، فإنه في هذه الحالة لا يتم تطبيقه ما دام أن هناك حكما نهائيا وقطعي قد صدر ضد المحكوم عليه. أيضا من الحالات التي يتم فيها تطبيق القانون بأثر رجعي في حالة النص على سريان القاعدة القانونية على الماضي. في بعض الأحيان قد يجد المشرع أن هناك بعض النصوص في بعض الأحيان قد يتم النص على تطبيق القاعدة القانونية بأثر رجعي، أي يتم تطبيقها على الماضي بأثر رجعي، وذلك من أجل تحقيق مصلحة عامة أو تحقيق مصلحة اجتماعية عامة للأفراد تخص حماية النظام العام، ففي هذه الحالة يتم تطبيق النص صراحة على الماضي. يبقى الحالة الثانية أو الاستثناء الثاني الذي يتم فيه تطبيق القانون بأثر رجعي عندما يتم إصدار القاعدة القانونية ويحدد لها تاريخ العمل من تاريخ ماضي، أو يتم النص صراحة على تطبيقها على الماضي، وذلك عندما تكون تحقق مصلحة اجتماعية عامة. الحالة الثالثة التي يتم فيها تطبيق القانون بأثر رجعي وهي عندما يكون القانون الذي صدر قانونا تفسيريا لقانونا قديم. في بعض الأحيان قد يجد المشرع أن هناك بعض النصوص القانونية يعتريها الغموض واللبس، فلذلك سرعان ما يتم إصدار
نصوص تفسيرية تزيل هذا الغموض وتذهب هذا اللبس. ففي هذه الحالة يتم العمل بهذه النصوص التفسيرية من تاريخ صدور القانون القديم الذي تفسره هذه النصوص. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.